بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر صفحة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نرحب بكم في هذه الحلقة المباركة. ليالي رمضان هي ليالي الأنس العظيمة التي يأنس بها المؤمن. وبدي بلش الحلقة بكلام جانبي قبل ما نفوت للموضوع يلي حنحكي فيه لليوم. بدي أقول لكل حدا يحسن لمن أحسن إليه، شي طبيعي كتير أنه لما أنا أجي أعمل معك منيح أنك تبادلني بمعاملة منيحة. ولكن الشي الغريب واللي كتير ناس بيستغربوه وكتير ناس ما عندهم منه، أنه لما أنت تجي تسيء لإلي أنا أرد إساءتك بالإحسان. كتير سهل وموجود بين الناس وبين أغلب الناس أنه أي حدا عمل معك منيح تجي أنت وبترد له المنيح. كتير من الناس ببيوتنا، ببيوت أهلاتنا، بمعارفنا، بأصحابنا وقرايبيننا، منشوف زارني بدي رد له الزيارة، زيارته لعندك كانت شي منيح وانت كمان بدك تبادل هالمنيح بمنيح تاني انك ترجع تزوره. لما أنجبت الولد الأول جابوا لك هدية، فحين أنجب الولد الأول بدك ترد لهم تروح تجيب لهم هدية. فهيدا موجود بالمجتمع بين أغلب الناس، بس النادر جدا جدا بين الناس أنه إذا إجا شخص أساء إليك، ظلمك، شتمك، أنك تروح ترد هيدي الإساءة بأنك تعامله معاملة منيحة، أنك تجي لعنده بوجه بشوش تبتسم وتقول له أنا أحبك في الله، أنا بعزك وبحترمك، ولو أنت أسأت لإلي هيدي الإساءة عندي بعتبرها ما كأنها موجودة لأني بعزك. بمقابل ردك لهيدا المسيء بالإحسان أنت عم ترتفع وعم ترتقي عند الله، وإذا ارتقيت عند الله ترتقي بين العباد. اليوم معنا فضيلة الشيخ عمر فوال يلي عم نستضيفه بهالحلقة. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ عمر. أهلا بكم، بارك الله فيكم. آمين وبكم. مولانا بلشت بالموضوع أنا شوي بالعامية لحتى نفوت أكثر للصلب ولحتى نعرف الهدف المباشر الموضوع اللي حنحكي فيه. نعم. بدي بلش معك بداية شيخ، المدرسة العظمى يلي نحن نرجع لها بالخلق وبالمنيح وبالأدب وبكل الصفات الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإيجاز هيك وباختصار بالبداية، شو تخبرنا عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، سيدنا محمد بل كل أنبياء الله هم أفضل الناس أخلاقا. الله تعالى كلل الأنبياء بأحسن الأخلاق لأي شيء، لأنهم يريدون أن يبلغوا دين الله، ومن أراد أن يبلغ دين الله ينبغي أن يكون عنده صفة حسن الخلق. نعم. حسن الخلق كان عند الأنبياء، وأحسنهم أخلاقا رسولنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول كان بقاله وبحاله يحضنا على حسن الخلق. بقاله يعني شو شيخ؟ بحاله بقاله معناه بقوله. بقاله يعني بقوله، أي الذي قاله وعلمه للصحابة. نعم. والصحابة علموه للتابعين إلى أن وصل إلينا، ومنا من طبق حسن الخلق ومنا كما ذكرت لم يطبق. نعم. حسن الخلق. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله بحاله في عدة مواضع بين أصحابه، عند الكفار، عند من لا يحبه، عند من أحبه، كان أحسنهم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. نعود إلى المقال. في مقاله الرسول ذكر عدة أحاديث علم الصحابة كيف يكونون على حسن الخلق. نعم. منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي أنا ضامن كافل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شيخ بدنا نفسر. أيوة. المراء معناه الكلام الذي لا تصل فيه إلى منفعة ظاهرة. يعني مثلا بيجي بقول لك أنه هيدا اللون
انه زهري ولا موف، ولا موف غامق ولا زهري فاتح. نعم، انه هيدا حديث ما بيوصل مني هي لهدف له معنى يعني. هذا هو، فلمن ترك المراء انه خلص ترك المراء. ميسي اللي فوت هالجول ولا هذا هو فلان الثاني او قرب شوي ولا بعد أيوة. شوي هيدا هيدا اكثر الحوارات اللي بتدور بالايام. صحيح. نعم. صحيح. وان كان محقا، لو بيعرف انه هو لا انه معه الحق، انه لا تمضي وقتك، لا تشغل وقتك بهذا الذي لا ليس فيه منفع. الرسول وعد من ترك هذا ببيت في الجنة، وموضع شبر في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. يا عيني. ثم أيضا قال عليه الصلاة في ربض الجنة والسلام، يعني في ربض الجنة، في يعني ربض الطرف الجنة، في طرف الجنة. نعم. ولكن طرف الجنة يعني منه شيء إنه قليل. نعم. موضع شبر نعم. في الجنة خير من الدنيا وما نعم. فيها. أيضا قال عليه الصلاة والسلام وببيت في وسط الجنة. علينا اعلى. نعم. في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وان كان مازحا، وهيدي بتصير كثير. ومن فترة كنا بشهر نيسان، للاسف ما زالت عند بعض الناس هذه العادة القبيحة، كذبة اول نيسان. وهيدي بالمناسبة ليست من حسن الخلق. نعم. الكذب ليس من اخلاق الصالحين. نعم. ليس من الاخلاق الحسنة، ليس من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أيضا من باب حسن الخلق أيضا ذكر في هذا الحديث وعد لمن ترك الكذب. يعني أحيانا يحصل كذب بفكر الشخص أنه هذا أنه لا يؤثر أثر كبير. مثلا يعني بيجي بيقول له نجحت بالمدرسة، يقول له نجحت مثلا، أنه بيقول أنه ما حيتضرر. كذبة مير أو راحت. بعضهم يقول بيضاء. كذب كذب. نعم. في لا أبيض ولا أسود. الرسول قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا. ثم هنا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر أعلى بيت ماذا قال؟ وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا سلام. موضوعنا لمن حسن خلقه. هلا تحسين الخلق، يعني ان اردت ان نشرع وان نبدا في تعريف شرح تعريفه ومراتبه نبدا. نعم. ان اردتم. بارك الله فيك شيخ. اول شيء الحديث ما شاء الله بقلبه ثلاث مواضيع. نعم. يعني حث على انا زعيم ببيت، النبي يقول عليه الصلاه والسلام انا. نعم. زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا. صحيح. هيدي أول واحدة. نعم. وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. نعم. وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صحيح. فإذا المراء هو الجدال اللي ما بيوصل لا 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 حق ولا لا باطل. هذا هو. هيدا حكي يعني هيك. نعم. والكذب ولو بالمزح. لو بالمزح. يعني قاعدين الشباب وبدنا نقول خبرية نضحك الكل. صحيح. مشان نصير أنا ستار بالجلسة. صحيح. فلو كنت عم بكذب من باب المزح. حتى في حديث آخر نبه إلى هذا. قال من يتكلم، معنى الحديث من يتكلم ليضحك الناس، يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. هيدا مترابط مع هيدا من حيث المعنى هون. صحيح. نعم. طيب وقلنا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شيخ قبل ما ننتقل للتعريف. نعم. لما النبي يقول أنا زعيم يعني كافل يعني ضامن. صحيح. يعني أنا فيني أعتبر أنه كأن الرسول خاطبني أنا فقال لي أنا أضمن لك بيتا في أعلى الجنة إن كنت على هذا. ليس أنت فقط، كل مسلم، كل مسلم الرسول خاطبه بهذا الخطاب تشجيعا لنا حتى يشجعنا إلى أن نصل إلى مرتبة حسن الخلق. وعدنا ووعد الرسول، الرسول صادق صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنون مسلمون مصدقون لكلام رسول الله. نعم. وبوعد رسول الله. لذلك الرسول وعد كل مسلم أنه إن حسن خلقه، وتحسين الخلق يحتاج إلى جهد. طبيعي. هذا الوعد منه شيء سهل. هذا الوعد الذي وعده الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الوصول إلى حسن الخلق يحتاج بده شغل، لمجاهدة نفس ولي. نعم. ولعمل. نعم. نعم. بيت، والبيت في الجنة قصر، والبيت في الجنة قصر.
لو هلا منو موضوع الحلقة شيخ، هيك شوي شوف نعم، هالقصر شو يعني، شو يعني قصر في الجنة؟ قصر معناه شيء جميل جدا، بناء جميل. ورد أنه يكون للشخص في الجنة، للعبد في الجنة، بيت كاللؤلؤة من شدة جماله. الجنة إن أردت أن نخوض في الكلام عنها حننتقل لموضوع تاني هلا. كلام مشوق نعم وكلام يشد القلوب وكلام فيه بهجة وفرح واستبشار بما وعدنا الله تبارك وتعالى. الله يجعلنا من أهل الجنة. إذا كان بس آمين. الحديث عن الجنة هيك بشد صحيح القلب لحتى نحكي صحيح فيه، فكيف بدخولها؟ الله يجعلنا من أهلها. آمين آمين مولانا، تحسين الخلق نعم بالعامية، إذا بدي الجواب شو نعم هو تحسين الخلق بالعامية ممارسة؟ بدي أنا أكون حسن الخلق. هلا يعني الشخص أحيانا بيقول والله صار بده، يعني أنا أخلاقي محلوة، بدي حسن، بدي نعم بلش كيف. هلا يقول العلماء مراتب حسن الخلق تبدأ بأول مرتبة، يعني أنا بدي بلش من الأول، شو بعمل؟ أول مرتبة أن أكف الأذى عن الناس، ما أذي غيري، يعني أقله ما تأذي غيرك. ما أذي غيري، نعم بيكون يعني بلشنا تعسنا الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك إن كففت الأذى عن الناس، بعد ذلك أن أصبر على أذى الناس. نحن في دنيا، من لسنا في الجنة، نعم لسنا في الجنة، يعني متوقع من الغريب والقريب، من الجار، من اللي بتشتغل معه، من مديرك، من أهلك، أحيانا يمكن بغير قصد أن يكون أحيانا بوقت غضب ما في خلق حسن نعم معك. طيب أنت كمسلم محمدي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، بدك توصل لحسن الخلق، بدك توصل للبيت الذي وعد به الرسول صلى الله عليه في وسلم أعلى الجنة. في أعلى الجنة، ماذا تفعل؟ تاني درجة إذا الواحد وصل، الصبر على أذى الناس، أن تصبر على أذى الناس. شو يعني الصبر؟ يعني كف النفس عن الأذى، يعني كف النفس، يعني الشخص أن يضبط نفسه. اللي بيكون خلقه منه منيح معك كذا بيكون عم يستفزك، صحيح، وهيدي موجودة بالمجتمع. طيب أنا شو بعمل؟ بدي أصبر، بدي أكتم الغضب هذا اللي عندي، لأنه الغضب بيقولوا الغضب هو عندما يغلي الدم في العروق، وغليان الدم في العروق هذا حين يرى الشيطان والعياذ بالله يرى هذا منك، يأتي يتدخل حتى يكبر الموضوع، نعم حتى يزيد بالأمر، فيحصل التشاحن، يحصل الغضب، بيطلع منك أشياء محلوة. معرضون نعم بكل يوم، يمكن أنت عم تشتري يقول لك يمكن بهالأيام الأشياء غالية، نعم يمكن تتجادل أنه لا غالي كذا، في يمكن يقول لك كلمة محلوة يكحشك، طيب يغلي الدم في العروق، يصيب الغضب. ورسوله أيضا من الأخلاق الحسنة التي علمنا إياها الرسول بقاله، يعني قوله نعم بحديثه، بحديثه قال لمن سأله أو أوصني الوصية، قال لا تغضب. قال ثم المرة الأخرى قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ثم قال أوصني، قال لا تغضب، يعني إشارة من الرسول، الرسول أذكى خلق الله، يعني ما بيرمي حكي وهيك، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليه؟ لمنفعة. شو هي المنفعة؟ أنه بوجود الغضب هذا طريق حتى لا يحسن الشخص خلقه، نعم ما بيوصل لحسن الخلق، وقد يصل إلى ما هو فيه معصية، نعم والعياذ بالله، السباب، وقد يتجاوز إلى أكثر من ذلك، وقد يتجاوز، نعم والعياذ بالله، نعم تعالى. الله يجنبنا الغضب. آمين. يعني ها مهمة، اللي عم يشوف أنه بدي أنا أحسن خلقي، انتبه الغضب، عند الغضب كمان العلماء يقولون أشياء يفعلها الشخص، أنه يا أخي بيقول أنا حامي، أنا بتقب معي القصة دغري، شو بعمل؟ الرسول كمان علمنا، العلماء ذكروا انا دمي فاير، انا دمي زلمه فاير، اعصابي ما بتحملني، ايوه ما بعد لثلاثه بتصير صحيح. هذا يقال له اذا حصل معك هذا، بيقول العلماء اذا كنت واقف عود، اجلس بخفف، اذا كنت جالس اضطجع، يعني تلقح. يقولون ايضا اذهب فتوضأ،
يذهب إذا عصب يتوضأ، إذا الشخص عصب يتوضأ، وأن يطيع الله، يذكر الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بخفف من الغضب، نعم، فيصل إلى حسن الخلق. شيء حلو كتير. الصبر على أذى الناس، ها تاني مرتبة. هلأ إذا وصلنا له إن شاء الله تعالى، وصلوا من يستمع إليها، المرتبة العالية، المرتبة اللي بدها حقيقة جهد واللي ثوابها عظيم عند الله، هي أن تحسن لمن أساء. أساء إلي وأحسن إليه، نعم، أخلاق محمدية صلى الله وسلم على محمد. الأخلاق المحمدية ترشدنا إلى أن نحسن لمن أساء. يعني واحد قد يكون الإساءة بالكلام، قد يكون بالضرب، قد يكون بغير هذا، ثم أنت تحسن إليه. فالمطلوب أن يكون الشرع هو الأساس. يعني ما الواحد يتطلع بكلام الناس، نعم. يعني أنت لو ذمك فلان على فعلك، هل تنتفع من يعني هل تنقص من ذمه؟ طب وإذا مدحك، إذا قال لك هذا شغل رجال، رد عليه، دعسه، اعمله، زيد عليه، هل هذا يزيد في حسناتك في الآخرة إذا واحد مدحك؟ لا. لذلك شو علمنا سيدنا محمد؟ أن نحسن لمن أساء. خلق عالي، نعم، وفهم عظيم وشيء راقي. الإحسان لمن أساء الرسول فعله والعلماء فعلوه. هلأ في قصة بيحكوها عن واحد من علماء هذه الأمة، أنه مرة، وهيدي بتصير يعني، سرق شخص له حذاءه، ثم بعد ذلك، هذا مش النبي عليه الصلاة والسلام، لا من النبي، واحد من علماء الأمة، نعم، رأى السارق، شافه، يعني حط حالك محله، أو أي حدا يحط حاله محله. أنا إذا بحط حالي محله يمكن ما بعرف اركضوا وراه، هيدا هو الحق وكذا، خاصة إذا كان جديد أي طبيعي بعيد. طبيعي. فعند ذلك هذا الرجل، هذا العالم، أشفق عليه، أراد أن يحسن لمن أساء. أشفق على اللي سرق له الحذاء، على اللي سرق أشفق عليه. هيك علمنا الرسول، أشفق عليه حتى يخرج من معصيته. هذاك عمل حرام، السرقة شو حرام، ما بيجوز، حتى ذلك الشخص يخرج من هذه المعصية أشفق عليه، ركض وراه. مع أنه هيك عادة مثل ما قلت نحن قد نركض وراه أنه هات هذا لألي كذا، وبديك بسو أتلي فوقك وأتلي بده. قال ثم صار يركض ويركض، قال قف قف، شو هذاك؟ قال لك ها هي رحت علينا. ثم قال له توقف. قال، التفت ذاك، قال وهبتك، قل قبلت، وهبتك يعني أعطيتك، خذ، أنا يعني ملكتك، ملكتك، ملكتك يا خذه، عشان ما يكون سارق، عشان ما يكون سارق، حتى في الآخرة هذا الشخص لا يتعذب بهذا الأمر، حتى يذكره بالتوبة، وحتى يعلمه أن الله الرزاق، حتى يعلموا أن الله تعالى هو يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق منه ما يكون من طريق حلال، ومنه ما يكون من طريق حرام. نعم. فهذا عالم بحاله بالأخلاق المحمدية عم يعلم هذا الشخص أنه لا، انتبه، فيك تحصل على هذا الأمر، خده بالحلال ولا تسرق. لعله لو طلبوا منه لهذا العالم وقال له أنا بدي هالحذاء أعطاه إياه، كان أعطى، يعني عم يلفت له نظره، نعم، وعم ينبهه لبعدين، يمكن هذا من بعده، يمكن بحياته ما سرق، نعم، هذا ما علمه العلماء بحاله، وهذا من علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الأمة صلى الله وسلم على سيدنا محمد. شيخ، بالحديث عن حسن الخلق، نعم، من الأشياء اللي بتتبادر للذهن قول الله تعالى في حق محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. هيدي الآية، نعم، شو عم توصف لما ورد فيها بمحمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم؟ سئلت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عن أخلاق الرسول محمد، ما كان خلقه؟ فقالت كان خلقه القرآن. جواب مختصر ومنشرح.
نشرح وسوي كأنه واحد بيقول شو بدي أعلق من بعد خلص. هذا كان خلقه القرآن. العلماء شو بيقولوا؟ معناه كل خصلة خير جاء بها القرآن كانت موجودة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. الله تعالى مدح الرسول بخلقه، وإنك لعلى خلق العظيم. الله مالك الملك، العالم بظاهر الأشياء وبخفايا الأشياء. الله تعالى علمه شامل، يعلم أخلاق الناس. قال عن سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. سبحان الله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته العملية، يعني لما كان النبي يوعى بكير، كان يأكل، كان يشرب، كان ينام، كان يتعب، هو إنسان. نعم. هو أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. بالممارسة بالبيت، حسن الخلق هيدا منه بس مع الناس، صحيح، حتى بقلب بيته مع أهل بيته، صحيح. شو في شيء هيك بقلب البيت بنعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يساعد أهله في أمور البيت، في بعض أمور البيت. نعم. صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حلب الشاة، يعني الرسول ما وجد هذا فيه مهانة له أن يعمل عملا. وبالأصل يعني بعرف أنه هو من عمل الإمرأة، من عمل الزوجة. بهذاك الزمن كانت الزوجات هن اللي بيهتموا بهالأمر، هن المسؤولين عن هذا، بينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يساعد النسوان بهذا الأمر. صحيح. وأيضا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حذاءه أصابه شيء، يعني انتزع، كان عليه الصلاة والسلام هو يخيطه ويصلحه بيده صلى الله عليه وسلم. يعني كمان بأيامنا إذا شخص في بيته وزوجته موجودة، بده يترك كل شيء على مرته، إنه أنا الرجال وتاع يا مرة. وهذه مناسبة حتى نقول، يعني إن أردت أن تحسن خلقك انتبه لمعاملة الزوجة، انتبه أن تحسن إلى الزوجة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه كان أحسن الناس أخلاقا في أهله، اللي هو خيركم لأهله، وأنا أحسنكم أخلاقا لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مرتبة عظيمة، ومن أكثر الأشياء التي فيها ثواب عند الله الإحسان للزوجة. العلماء قالوا من أعلى الأشياء التي توصل إلى نعيم في الجنة، يعني فليسمع الناس مثل هذا، أن يحسن الشخص لزوجته، ثم أيضا بالمقابل أن تحسن الزوجة لزوجها بحسن، أيضا بحسن الخلق، أيضا هذا فيه ثواب عظيم عند الله، وهو باب لدخول الجنة. هو شيخ، حتى خصوصا يعني في الحديث الشريف: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأهلي هون للزوجة، يعني صحيح. المراد بالحديث الزوجة. نعم. مش الأهل يعني العيلة. نعم. هون بالحديث المراد الزوجة. نعم. خصوصي إنه بالبيت الرجال لما يروح على البيت بالعادة ما بقى فيه تمثيل عم يمثله. صحيح. يعني كتير من الناس اليوم كلياتنا عنا منه نطلع من البيت، أوقات في أمور بتصير بالحياة العملية، قد شوف فلان فانه اضطر لاطفه لانه في بيني وبينه بزنس يمكن. صحيح. قد شوف شخص تاني اضطر اني اتعاطى معه بلطافه، وانا يمكن ضمنيا ما بميل له لهالشخص. صحيح. اما بالبيت مع مرته خلص حقيقته بيكون هيك. لذلك اذا كان عن جد على خلق حسن مع مرته تظهر هنا، معناتها هو زلمه حسن الخلق. هيك. وهيدا الحديث، وهيدي كانه بعض مجتمعنا موجود فيه هيدي، قد يقال العله. انه احيانا برا بتلاقي خلقه حسن، يلاطف الناس، يضحك في وجه هذا، يتصدق قد على هذا، يحسن الى هذا، بيخدم فلان، خدوم، بيقول فلان خدوم، يدخل الى بيته مكفهر الوجه، يتكلم بكلام ليس جميل مع الزوجة، فعلي لي هذا، اين هذا، ليه الاكل ما خالص، وغير هذا، ينقلب حاله. نعم. بين الخارج وبين الداخل. فكما قلت
بتبين الحقيقة جوا. هو جوا لأنه كله بيكون على المكشوف، هيك فبالتالي بتظهر حقيقة صحيح. هذا الشخص. شيخ، ضبط النفس وحسن الخلق عند الغضب، هل هو أوكد من غيره؟ أكيد، لأنه يحتاج إلى جهد أكبر. يعني عند الغضب ذكرنا أمر الغضب، يعني يدخل كذا عامل، الشيطان من جهة، الغضب، العروق بتشعل يعني تغلي، نعم، الشخص بيكون حامي أكثر. هناك يعني ضبط النفس يحتاج إلى مزيد جهد، وأنت تذكر هذا فيه نفع لك أولا. هو يمكن بمزيد هذا الجهد لعله يزداد ثوابا بهذا الجهد اللي هو أكبر يعني من الصبر. الصبر العلماء ماذا قالوا؟ ثوابه الجنة. فكلما صبر الشخص، يعني أليس الرسول قال حتى الشوكة يشاكها؟ يعني أنه حتى هذا الشيء القليل، طب إذا علينا أكثر يزيد الثواب، فعلينا أكثر يزيد الثواب عند الله تعالى. نحن في دنيا يعني عم نحضر حالنا، هذا طريق إلى الآخرة. الشخص بده يجمع ثواب. فإذا كنت أنت بحياتك اليومية كل يوم عم تتعرض للغضب، كل يوم عم تتعرض لمعاملة الناس، مين منا قاعد ببيته لوحده؟ كلياتنا هلا شيخ. فهلا بالظرف بس يعني اقلهم مع الناس، لا قصدي مع العيال، يعني كمان منو لحاله من بقلب البيت بالعيله. صحيح. اليوم الاخ والاخت والاب والام، حتى الزوج والزوجه، يعني بالنهايه بصير مناكفات، بصير شد حبال، وهذا طبيعي بالنهايه، نحن بشر ونحن في الدنيا. يعني انا مقصدي انه هذا الشيء يتكرر. نعم. يعني كل يوم كل يوم حياه عمليه عمليه. تخيل انت حطيت براسك انه انا بهالحياة العملية بدي كل يوم حصل ثواب، حصل ثواب، حصل ثواب بإخلاص النية. كيف؟ حسن خلقي مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا. نعم. أنا في شيء بس لفتني، أعرف أناس، يعني هذا شيء عملي. سبحان الله، كان امرأة هي، كان خلقها حسن مع الناس. جدا 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 جدا. يعني لدرجة انه بيقولوا انه ما زعلت حدا بحياتها، وها موجودة، يعني ها امثلة موجودة، بس قلت بيقولوا انه هاي ما زعلت حدا بحياتها. سبحان الله، ماتت. بعد ان ماتت صار يظهر بشريات، رؤى منامية، خير بعد موتها. يعني احيانا الواحد بده يعتبر. نعم. احيانا الواحد بده يعتبر انه من حسن خلقه، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. نعم. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤى الصالحة يراها المؤمن، يبي يشوف هيك رؤيا ينصر قلبه بها، أو ترى له، يعني هذا بشرى خير. نعم. إذا أنا مثلا شفتك بالمنام بشيء حسن، فيعني هذا شيء عاينته. نعم. عاينته. جميل. نعم. يعني هو نحن هلا بدنا نقول الله يحسن اخلاقنا. امين. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بدعاء. نعم. اللهم كما حسنت خلقي. نعم. فحسن خلقي. صحيح صحيح. كان يعني يمكن انا هيك بتذكر انه كان ينظر في المراه، او انا مضيع ما بعرف. نعم. بس انه المهم هذا. نعم. الدعاء. نعم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوله، مهم انه نحن نقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. صحيح. لحتى الشخص منا دائما ليستحضر انه لو هو يمكن قد ما يكون سيء الخلق مع الناس. نعم. وقد ما يكون منه منيح بالمجتمع، بالعكس حدا حسن الخلق، بس ما يغفل انه هو دائما النبي احسن الناس اخلاقا، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء. يعني في احسن، في احسن، في احسن بالنسبه لنا، يعني. نعم. ان نحسن، ان نزداد. يمكن نحن قد يقول واحد انا منيح، انا شبني هلأ، لكن. نعم. الشخص يريد الافضل، يريد الاحسن. بعدين يطلع الشخص في مثل هذا لمن هو أعلى منه. ليه نحن عم نذكر قصة العالم الفلاني ورسوله ماذا فعل ورسوله ماذا حاث؟ لأنه في أمر الخير، في أمر الآخرة، ينظر العبد إلى من هو أعلى منه، فتتحرك همته إلى أن يصل. نعم. إلى ما وصل إليه من هؤلاء العلماء أو الأنبياء أو الصالحين. شيخ، بالحديث عن حسن الخلق، في قصة بيرويها كثير من الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس لما بيروا القصة هن بيكون قصدهم شيخ، في قصة بيرويها كثير من الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، هن مراد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت أخلاقه حسنة
وكان يصبر وكان يكف الأذى عن الغير. هي قصة انه كان في عنده جار بيقولوا يهودي، كان يحط الزبالة قدام باب بيته للنبي، فكان النبي يظهر من البيت وياخد الزبالة يكبهم يوم ورا يوم ورا يوم، ليوم قال ما لقى كيس الزبالة الرسول، فراح على بيته وتفقدوا لها اليهودي. هلا بعض الناس يعني، هلا هذا الواحد بينتبه له، بعض الناس احيانا بدهم يعظموا الرسول عليه الصلاة والسلام فيذكرون اشياء لم ترد في الشرع، او بعض الناس يريدون احاديث ما جاءت في الشرع ليبينوا انه الرسول عظيم، قد يعني تنقلب عكسية ببعض المحلات. في مثل هذا، هذا غير صحيح، هذه قصة غير صحيحة. ليش؟ لانه لا يليق بمنصب النبوة فعل مثل هذا الأمر، لا يليق بمنصب النبوة أن يفعل الرسول. لذلك العلماء ذكروا هذا ونفوا أن يوصف الرسول بهذه الصفة. نعم الرسول أحسن الناس أخلاقا، لكن لا يفعل شيء لا يناسب منصب النبوة. الرسول نبي الله، يعني للتقريب شيخ، للتقريب. نعم. للذهن هلا اليوم اذا بدي زعيم معين من الزعماء ينزل انه يحمل كيس زباله جار ويكبه، نعم كيف الناس ما بتتقبلها، الناس اللي بتطلع فيه مش انه يمكن ما بيعتبروه عم يعمل شيء. هذا واو، بالعكس. لذلك العلماء قالوا هذا لا يليق بمنصب النبوه. نعم، هذه لا توفى، هاي القصه مش مزبوطه. لا مش مزبوطه، وهيدي القصه ما بتنفع لما بده يكون عم يحكي عن اخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني السيره المحمديه فيها من القصص والاحاديث ما لا يتسع مجلسنا لذكرها. نعم، فلا ما بحاجه للكذب والتاليف لحتى احكي عن اخلاق الرسول، ويوصل واحد لمحل انه لا يليق ان نصف الرسول بهذا. نعم، يعني وصلنا لمحل انه صفة لا تليق بمنصب النبوة. ما عدنا عم نحكي بحسن الخلق هون. نعم، صرنا مسألة خطيرة هون. إيه، فبده ينتبه الشخص لو كان هو قصده المدح. لو كان انه يعني تقولوا يعني معنية سيئة، هو بالعمية شيخ يعني. مثل ما هذا اجا يكحلها ام عمها. طيب هالقصة منا مزبوطة ولا تروى. طيب شيخ، قبل ما نخلص، بدي لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كلياتنا بنعرف أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. لما هاجر كان في ضعف بالوضع اللي كانوا فيه المسلمين بمكة، كانوا مستضعفين. صحيح، لما كانوا المسلمين بمكة كانوا مستضعفين، هاجروا إلى المدينة المنورة. بالمدينة صار في عدد وجماهير كبيرة، قوة، ظهرت قوة المسلمين. نعم. صحيح. لما رجع الرسول على مكة صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هو وأصحابه يعني عانى مع المشركين وصبر على أذاهم، لما رجع ما كان في ردة فعل انتقام لما حصل؟ يعني بس حتى نبين شوي أنه الرسول ما كان شيء هين عليه وعلى الأصحاب ما كان يفعلوه المشركون في مكة، كان شيئا صعبا، كان شيء يعني شديد عليهم. سباب، كان يقول عن الرسول مجنون، كانوا يضربونه صلى الله عليه وسلم، الصحابة يلحقون من أسلم يضربونه، يقولون للواحد من المسلمين تكفوا أم أقتلك، ومنهم من قتلوهم بأشنع أنواع القتل، ظلم وقتل وضرب. مثل ما قلت، ذهب الرسول إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أوي المسلمين، صابوا بأعداد كبيرة جدا مع الرسول، عاد الرسول قويا شديدا بأعداد كبيرة إلى مكة. كان في ردة فعل هون ضد الذي مورس على النبي وأصحابه؟ هنا يظهر الأخلاق المحمدية العالية العالية العالية، بعد كل هالظلم وبعد كل هالضرب وبعد كل هالعذاب وبعد كل هالأذى وبعد كل ما لا تتحمله نفوسنا نحن. نعم، الرسول جاء إلى مكة. هلا الكفار هناك يعني سمعوا شعور الرسول إلى أين وصل، يخافوا أنه جاي جيش محمد. نعم، صلى الله عليه وسلم. فلما وصل بدأوا يستعطفون الرسول، انه ماذا انت فاعل بنا، طول بالك، شو بدك تعمل، ماذا انت فاعل بنا يا محمد،
صلى الله عليه وسلم يلاطفونه، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع قدرته وقوته صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كأنه قال لهم عفوت يعني عنكم، ما حأعمل شيء، وكأنه قال أنني لن أؤذيكم. وما فعل الرسول كان سبب لدخول كثير من الناس بدين الإسلام. يعني لما كان بوضع أصحابه كانوا مستضعفين، نعم، وعم ينأذوا، نعم، رجع بسلطة وقوة، صحيح، ومع ذلك قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخلاق محمد، ما أعظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ينفعنا ببركات محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. صلى الله عليه وسلم. شيخ، الحديث حلو كثير، بارك الله بكم، ولو ياريت لو يطول أكثر، أكرمكم الله، ولكن الوقت محدود. إن شاء الله على أمل اللقاء بحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك، بارك الله الشيخ عمر فوال. متابعينا الكرام، نشكر حسن متابعتكم لهذه السهرة في ليلة مباركة، بارك الله فيكم. موعدنا يتجدد لاحقا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.